أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الرمضاني الطيب المبارك، وإن شاء الله نعيش على مائدة الذكر، ونعيش على مائدة القرآن الكريم، ونحن نعلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويشرفنا وإياكم أن نرحب بضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ عماد النجار القارئ المبتهل، أهلا بك. ربنا يخليك يا دكتور. كل عام وانت بخير. وكل عام وحضرتك بخير، والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. يا رب تقبل يا رب. كما ونرحب وإياكم بفضيلة الشيخ محمد عزت الطويل، أهلا بك شيخ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بارك الله فيك. ولنبدأ بالقرآن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الله الله يفتح عليك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما يفتح عليك. الله 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 الله. أياما معدودات. سلام. فمن كان منكم مريضا أو الله الله الله. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. سلام. الله فنان ان شاء الله. اللهم صل على النبي. فمن تطوع خيرا فهو خير له. الله الله الله. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. افتح ليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
محمد. جميل إن شاء الله. فمن شهد منكم الشهر فليصم. سلام. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم نعم. الله يفتح عليك. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله الله. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله 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 الله. نفتح عليك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صلى الله عليه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. ربنا اشرح صدرك. ربنا يفتح عليك يا رب. مقبول يا ربي دايما. بسم الله تبارك الله. مدرسة جميلة ومتميزة. مدارس القديمة حلوة كلها طبعا بصراحة يعني. المدارس القديمة لازم طبعا نكون المدارس القديمة جميلة ما شاء الله. ربنا اشرح صدرك. بسم الله تبارك الله. مرحبا يا شيخ حماد. ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. ربنا يحفظك. انا عايز ابتهال بقى اقعد بقى السلطة. حاضر انا. اتفضل. طبعا بالمناسبه اللي احنا فيها شهر رمضان. نعم. بعض الكلمات يعني جت على بالي فقلت لازم ايه نعملها عشان خاطر حضرتك. تحت امر. ماشي. اتفضل. اقبل الشجر الكريم اقبل الشجر الكريم
أقبل الشهر الكريم وهل بالنفحات. أقبل الشهر الكريم وهل بالنفحات. فتقربوا فيه بالعبادات. فتقربوا فيه بالعبادات وتقربوا فيه لرب العباد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ما شاء الله. بسم الله تبارك الله. اهلا بيك شيخ محمد. بالنسبة لي القرآن الكريم، انت حضرتك خريج ازهر ولا حاجة؟ انا بكالوريوس علوم تربية جامعة الازهر. بكالوريوس علوم جامعة الازهر. علوم جامعة الازهر ما شاء الله. انما بتقرأ من زمان يعني؟ اكيد انا بقرأ من زمان. وانا حضرتك في 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 الشغل حضرتك، انا بكالوريوس علوم تربيه جامعه الازهر. والتحقت بالشغل عندنا في شركه المياه والصرف الصحي تبع الشرقيه. ما شاء الله. وانا اثناء الشغل التحقت بمعهد قراءات منشاه ابو عمر للقراءات، خدت عليه القراءات 3 سنوات، واخذت التخصص القراءات ايضا 3 سنوات. ما شاء الله. ثم التحقت بكليه القران الكريم في طنطا. ما شاء الله. خريج 2022. والله ما شاء الله. درست الحمد لله القراءات العشر الصغرى. لا واضح. القراءات العشر الكبرى. واضح. والتحقت ايضا سنه 2012 بمعهد الموسيقى العربيه. كان اياميها عميد المعهد الدكتور علشان تظبط بقى المهام والحاجات دي. تمام. انا دخلت قبل كده من حوالي 7-8 سنين عندنا في الاسماعيليه. فطبعا اختبارات الاذاعه والتلفزيون، فقالوا طبعا عندك شويه تظبيطات. تمام. فانا قلت اطور من نفسي. دخلت معهد موسيقى عربيه، دخلت درست المقامات الموسيقيه بجميع انواعها، وقلت اطور من نفسي. دخلت كليه القران الكريم، والحمد لله يعني الحمد لله يعني ان شاء الله مقدم وربنا يسهل. يعني انت في اختبارات اذاعه دلوقتي ان شاء الله؟ ان شاء الله. موفق الله. يا رب باذن الله. دكتورنا تستاهل كل خير باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. واتقان للقران الحمد لله. الحمد لله. سليم جدا جدا. وحفظ القران كان مفضله، مع ان انا ممكن اقرا قراءات وبرضه. ما شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. شيخ عماد، انت بتحب الشيخ علي الزاوي؟ طبعا. شكلك كده. طبعا. لان الشيخ علي طبعا بلديتنا من مركز فقوس شرقيه. طبعا تاثرت بيه جدا، لان يعني من الاصوات الجذابه وللقلب. تمام. لان في صوت ممكن يوصلك ايوه، ولكن ما يوصلش القلب. صحيح صحيح. طب سمعنا حاجه كمان كده. حاضر. قريبه من الشيخ علي الزاوي. حاضر. يا خالق الخلق انت الواحد الأحد، أنت الكريم، وأنت العون والسند، أنت الرجاء وأنت الله، أنت الرجاء وأنت الله وأنت الله خالقنا وللخلائق منك الفيض ألوذ بالباب
ألا قولي يا ربد وأطلب الأقوى منك ألا قولي يا ربد يا واسع اللطف أنت المرتجى أبدا وأنت رب الورى الله يصلح حالك ما شاء الله عليك أداء رائع وصوت جميل 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 ما شاء الله نسمع فضيلة الشيخ محمد عزة الطويل لا استنى 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 اللي الطويل انت حضرتك قريب مولانا فضيلة الشيخ قطب الطويل قطب الطويل عمي واستاذنا وتجرسنا وبتعلم منه طبعا يعني انتوا عيله واحده يعني هو في كفر الشيخ انت الشرقيه طبعا في حضرتك انما عائله واحده العائله منتشره عائله الطويل يعني كلها في جميع انحاء الجمهوريه عائله مباركه في المنصور عندك في البساتين رحمه الله تمام في الطويل وحضرتك في وسيم في حضرتك في وفي حضرتك في دمنهور وفي حضرتك في مسطره ما شاء الله موجودين في جميع الافرغ وفي في الصعيد في بين السويس وحضرتك فيه في ما شاء الله في هنا عائلات الطويل منتشر وانت بتقرا كده عامل حسابك ان الشيخ هيشوفك دلوقتي طبعا ده استاذنا طبعا بتعلم منه طبعا ربنا يبارك في حضرتك تشرفنا حياتي فضيله الشيخ العظيم شرفنا الشيخ قطب الطويل استاذنا تلفزيون الشيخ قطب الطويل استاذنا الشيخ محمد الطويل ايضا شرفنا سيدي والله تشرفنا الشيخ محمد قطب الطويل ايضا قارئ ممتاز طبعا طبعا استاذنا الشيخ محمد نسمعك شيخ محمد ماشي دكتور اول حاجه بقراءات ولا شرط زي ما قراءات يا ريت يا ريت يا ريت والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة الله وليتبروا ما علوا تتبيرا ايه تاني كده وليتبروا ما علوا تتبيرا الله إن أحسنتم
أحسنتم لأنفسكم يا عيني يا عيني يا عيني يا حمص الله وإن أسأتم فلا الله الله وإن أسأتم فلا الله فإذا جاء أوعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه سلام يا سلام سلام الله الله وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سلام سلام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله الله ويبشر المؤمنين إن وبعدين شيخ مصطفى اسماعيل وحمد الزامل وبتاع صعبه صعبه الله يكون في عونك ما شاء الله نتعلم من مدرسنا الكبار ما شاء الله صعبه جدا اداء متميز اداء متميز موهوب اه والله موهوب كلكم والله ربنا يبارك وانت والله بسم ربنا الله في الابتهال يلا اكتب لنا بالابتهال كده بريت مول اتفضل بك أستجير ومن يجير سواك الله بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا فارحم ضعيفا فارحم ضعيفا يحتمي بحماك
قصدت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد ولا يرد على الأثاب أوابا ومن يجيب ومن يجيب ومن يجيب دعاء المضطر في كرب ومن يلبي نداء العبد التاب. الله 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 الله. الشيخ عماد يعني انا بحييك جدا. ربنا يخليك. وبحيي فضيله الشيخ محمد الطويل ايضا. وانا ما بشبعش من الاصوات الجميله. انا كده من طبعي كده ما بشبعش. لو قعدت معاكم والله عشرات الساعات بنتشرف بحضرتك والله. الله يكرمنا. وممتع وكان املي يعني منذ كنت طفل صغير. طبعا بعشق يعني اللقاءات الحلوه الجميله طبعا التلفزيونيه. الله يكرمك. وطبعا وحضرتك يعني مناره. الله يكرمك. في اللقاءات الله يكرمك. وطبعا القناه يعني مليئه يعني بالتراث الجميل. الحمد لله. والله الحمد لله. انا طبعا يعني تعلمت يعني القران برضو انا مش مبتهل بس. طبعا ما انا عارف قارئ ومبتهل. ما انا بقول لك كنت عايز اقعد قعده طويله. اتفضل. ان شاء الله كلنا اللقاءات باذن الله. بس انا بشكر مين يعني عاوز اقدم الشكر اللي علمني. نعم. تعلمت في كتاب القريه على يد الشيخ السيد عبد العزيز حسان. قريه ايه بقى؟ الهيصاميه مركز فاقوس محافظه الشرقيه. نعم. وبعدين طبعا دخلت مش ما دخلتش الازهر دخلت التعليم العام. نعم. طبعا ده اخرني شويه لان ايه الازهر مفيد جدا في تعليم في القران التعليم. في تعليم القران. لان حفظت في الكتاب وبعد كده دخلت التعليم العام. نعم. وبعدين لما خلصت طبعا بس وانا في الكليه حصلت على خدمه اجتماعيه الفيوم. كان في فريق اسمه فريق الكورال. ده الموسيقى العربيه. اتعلمت جدا في المقامات بقى. طبعا ده افادني جدا في أكيد. الاداء العملي. بيفيد. وبعد ما خلصت الكليه لجأت الى الطريق الديني مره تانية. ما شاء الله. اتعلمت على يد المعلم الكبير رحمه الله عليه الشيخ مسلم عكاشه. الله ده عالم في القراءات والقران. نعم. يعني من هنا من هذا المكان بندعو له بالرحمه يا رب. وكل من علم انسان حرف من كتاب الله يا رب يا رب. وبشكر كل الناس يعني اللي ساهموا ووقفوا معايا. نعم. ان انا اوصل لاي مكانه. بارك الله فيك. ربنا وربنا يرفع قدركم يا رب. وشكرا جزيلا. شكرا. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا الاعزاء في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي الحبيبين القارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. شكرا جزيلا. وأيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ القارئ محمد عزت الطويل. شكرا جزيلا. وشكرا لحضراتكم جميعا ونلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.